قصة جديدة، قصة ذكرها أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقصها عن نفسه رضي الله عنه، يقص هذه القصة عن نفسه، هو كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، يقص هذه القصة فيقول: في غزوة من الغزوات دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لهذه الغزوة، وكان أحياناً يخفي مقصده من الغزوات إلا في هذه الغزوة، فقد أخبر الصحابة لأن الطريق طويل والجو حار، ولأن يعني الناس للتو دخلوا في دين الله في هذه الغزوة، غزوة تبوك، كثير من الناس للتو أسلم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني في هذه الغزوة، كنت قويا وميسور الحال، عنده راحلة واثنتين وعنده مال وعنده كل شيء، مستعد للغزو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس، وتأتي الوفود من خارج المدينة يريدون أن يلتحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى تجمع خلق كبير لا يجمعهم كتاب، ما يستطيعون حتى كتابة الأسماء، آلاف آلاف عشرات الآلاف من البشر جاءوا، وكعب بن مالك ينظر الناس كلها تستعد إلا هو جالس. يقول: طابت الثمار والظلال، يقول: أنظر للثمار وأنظر للظلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز والمسلمون يتجهزون، وهو كل يوم يقول: غدا أتجهز، أنا قادر، أنا كل شيء عندي، لكن انظروا للتسويف، انظروا لصاحب الطاعة إذا سوف. يقول: غدا وغدا، والشيطان حريص، حريص أن يجعله يسوف ويتمادى به الحال، غدا غدا أتجهز، غدا أذهب، غدا أفعل، غدا أستعد، حتى مرت الأيام ومرت الأيام وتمادى به الحال، واستمر هكذا حتى جد الناس للخروج، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون متجهزون للجهاد. يقول: ولم أقضي من جهازي شيئا، أنا ما جهزت نفسي. يقول: فرجعت إلى البيت، قلت: الآن أتجهز، أنظر للمسلمين. شوفوا التردد أحيانا في الطاعة، أذهب لا أذهب، أذهب أو لا أذهب. يقول: فتمادى بي الأمر حتى أسرع الناس وتفارط الغزو. يقول: فنظرت في المدينة حولي، ما في أحد، كل أهل الجهاد خرجوا، اثنين على دابة، ثلاثة على دابة يتناوبون، واللي ما عنده إلا القليل يأخذ اللي عنده من الزاد ويذهب. يقول: ولم أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، ما في أحد في المدينة إلا واحد منافق خالص، أو رجلا ممن عذر الله بس، وأنا معهم. يقول: وجلست لوحدي في المدينة، أصابه الهم، أصابه الغم، حتى النعيم لا يستمتع الإنسان به إذا ترك الطاعة من أجله. يقول: فلم يذكرني النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة في تبوك، فسأل الصحابة، قال لهم: ما فعل كعب بن مالك، وينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه بين عشرات الألوف، ما سأل عن كعب إلا لحرصه عليه عليه الصلاة والسلام وحبه له. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني الدنيا الدنيا خدته يا رسول الله. فقال معاذ بن جبل: شوف الأخ في الله، شوف الأخ، ما يرضى أحد يغتاب أخاه. قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله، يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، هذا كلامك مو صحيح يا رسول الله، ترى كعب عرفه صاحب خير، يمكن حبس عذر. يقول كعب: وعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قفل، يعني هم بالرجوع. يقول: فترددت، هل أصدقه أم ماذا أفعل؟ أستشير الناس؟ الناس يقولون: لا، قل أي شيء، المنافقين الآن كل واحد مجهز لقصة، كل واحد الآن مجهز له يعني عذر للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا كعب بن مالك. يقول: أجمعت صدقه، يعني خلاص عزمت على أن أصدق، أقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصدق الحقيقة. يقول: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، جاءنا الصباح. يقول: وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، هذه سنته، كان إذا رجع ما يذهب لبيته يقول: أنا تعبان أذهب لبيتي أو لزوجاته، لا، أول شيء يذهب عليه الصلاة والسلام، معنى راجع من سفر بعيد، يذهب إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، فيركع فيه ركعتين ثم يجلس، ما يروح البيت، لا يجلس. ليش يجلس؟ لأن الناس سوف يأتون الآن، المنافقون يأتون يتعذرون، كل واحد يأتي بقصة مختلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم، يعرف أنهم كذابين لكن يحكم لهم بالظاهر،
ويستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي المنافقون واحد بعد الآخر، أكثر من 80 واحد، كل واحد يدخل بعد الثاني. هذا الذي يقول شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، والآخر يقول يا رسول الله أنا ما أردت الفتنة، خفت على نفسي من الفتنة لهذا ما ذهبت، والثالث والرابع والخامس، كل واحد يأتي بعذر. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، والآن ليستغفر لهم، ويستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء دور من؟ كعب. كعب الآن واقف ينتظر دوره، يقول فدخلت، جاء دوري فسلمت، قلت السلام عليك يا رسول الله. يقول فتبسم تبسم المغضب. شفت الواحد الغضبان يتبسم، لكن يتبسم وهو غضبان. أبي نتخيل المنظر فقط. قال فتبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال. يقول فجئت إليه أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي يا كعب ما خلفك، يا كعب ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ما كنت جاهز، إيش تخلفت؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمنافقين هذا الكلام، لكن كعب غير. فقال يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت. شوف الآن الكلام، لقد علمت، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو يشكن الله أن يسخط علي ويسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني ما ترضى علي، أنا أعرف إني لأرجو فيه عقب الله. والله يا رسول الله، شوف الآن العذر، والله يا رسول الله ما كان لي عذر، ما عندي عذر. إيش؟ ما عندي عذر. والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني هذه الغزوة كنت أكثر غزوة جاهز، ومع هذا تخلفت. شفت الصدق، العذر، ما في عذر، والكلام شديد، يعني مو بس ما عندي عذر، لا، أكثر غزوة كنت جاهز ومع هذا ما خرجت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. أخبر الصحابة قال هذا غير، هذا صادق، قم حتى يحكم الله فيك، يعني أنا ما أقدر، الحكم ليس لي الآن، الحكم لله عز وجل. يقول كعب فقمت عند المسجد، قال له رجال من بني سلمة ماذا فعلت، ماذا صنعت، ارجع إليه فاعتذر له بأي عذر، أنت ما عندك شيء، ما سويت، يعني أفعال كثيرة، أنت شهدت كل الغزوات إلا هذه، اذهب إليه، اذهب إليه فأته بأي عذر فاستغفر لك، في أفضل من الرسول يستغفر لك؟ يقول فهممت بالرجوع فسألته أكان في هذا الأمر أحد غيري؟ قالوا نعم اثنان. قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، اثنين. يقول فلما قالوا هذا، يعني في غيري على هذا الأمر، تشجعت، استمرت، خلاص أنا قلت الصدق ولن أتراجع عنه. يقول فمشيت فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكم عليهم حكما. ما الحكم؟ حكم النبي على الثلاثة ألا يكلمهم أحد ولا يكلموا أحدا، ما في أحد يكلمهم، لا تكلمونهم أبدا، حتى ولا رد السلام ولا تشميت عاطس ولا نظر إليهم، كأنهم لم يعيشوا بيننا. أما هلال ومرارة فكانوا يعني كبار في السن، فجلسا في البيت يبكيان. يقول أما أنا، كعب يقول أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة، يعني الاثنين البقية سقطا في الفراش وأخذ يبكيان على ذنبيهما. أما كعب، الثلاثة صدقوا، لكن كعب كان شجاعا، كان نشيطا، كان شابا قويا، يشهد الصلاة مع الصحابة ويجلس ويمر في الطريق ويذهب إلى الأسواق ويطوف على الناس، ومع هذا لا يكلمه أحد. تخيلوا، تخيلوا إنسان يعيش في مجتمع لا يكلمه أحد، لا إله إلا الله، حتى الزوجة ما تكلمه، أولاده ما يكلمونه، إخوانه ما يكلمونه، أهله ما يكلمونه، أهل المسجد ما يكلمونه، السوق، بل ما ينظرون إليه كأنه يعيش في عالم آخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول كعب رضي الله عنه، يقول أتي إلى المسجد لا يكلمني أحد، أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه أحب الناس إليه، يقول فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأسأل نفسي
هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني صوت ما في صوت، ما رد عليه. تخيل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ما يرد عليه، تخيلوا هذا المنظر. أقول في نفسي يعني شك، هل حرك شفتيه ولا ما حرك شفتيه؟ يقول أصلي قريبا من، يتعمد أن يصلي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، أصلي بالقرب منه. يقول فأثارقه النظر، يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. أنا أدري، يقول كعب بن مالك، يقول أنا أدري لما أصلي التفت، يعني ما أشوفه أنا أشعر أنه يشوفني. بعض الناس يعني بدون ما تشوفه تدري أنه قاعد يشوفك، إحساس يأتيك أنه يشوفك. يقول وإذا التفت نحوه أعرض عني. شوف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قلب عليه، لكن خلاص حكم، ما في أحد يكلمه ولا أحد يرد عليه سلام ولا شيء، كأنه ما يعيش بيننا حتى يعاقب على فعله. يقول أصابني هم وغم وطال بي الأمر. 40 يوم مو شوي. يقول ذهبت إلى ابن عم لي أحبه، أبو قتادة اسمه، ابن عم له وكان يحبه حبا جما، صاحبه. يقول فتسورت جداره وأتيت إليه فسلمت فما رد السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ شك بنفسه الآن كعب، فما رد عليه السلام. قال يا أبا قتادة أنشدك الله، أجبني أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما رد عليه. يا أبا قتادة 3 مرات يسأله، أنشدك الله أجبني، أنشدك الله أجبني، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما استطاع أبو قتادة أن يتحمل، فقال له يا كعب الله ورسوله أعلم. ما أدري، لا تسألني، الله ورسوله أعلم. ماذا؟ الله ورسوله أعلم أني أحب الله ولا لا ما أحب الله؟ يقول ففاضت عيناي، أخذت أبكي. أخذ كعب يبكي، حتى صاحبي، حتى ابن عمي يشك فيه هل أنا أحب الله أو لا أحب الله، فأخذ يبكي رضي الله عنه. يقول خرجت من عنده، يقول فذهبت إلى السوق. يقول دخلت السوق فإذا رجل يناديني يا كعب ابن مالك. الله أكبر، الصوت جميل، واحد يناديني باسمي، لكنه رجل من خارج المدينة، نبطي من أهل الشام، رجل ما يعرف، الناس مقاطعين، كعب ابن مالك ما له شغل، جاي موصل رسالة من الشام، هذه رسالة لك. يقول فتحتها فإذا هي رسالة من ملك في غسان، ملك من ملوك النصارى، ملك من ملوك الروم، ملك من غسان، أرسل لكعب بن مالك رسالة. ماذا؟ رسالة لي؟ نعم. انظروا ماذا في الرسالة. يا كعب بن مالك، بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني رسولك، سمعنا بالخبر، انتشر الخبر، وصل الخبر للشام، 40 يوم الآن تقريبا. قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، تعال، فإن الله لم يجعلك في دار مهانة، يعني أنت مو الإنسان الذي تهان، تعال إلينا نعطيك من المال ومن الخير ومن النعيم، يعني كل ربعك هجروك، اشتبي فيهم، خلاص تعال إلينا. انظروا للفتنة والبلاء، ترى فتنة عظيمة احنا ما نشعر فيها، 40 يوم مو شوي. ومن اللي يهجرك؟ أحب الناس لك، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيتك وكل الناس. أنا شرتكبت فعل وصدقت فيه، ومع هذا يأتيه الملك من ملوك النصارى، يعني بعض الناس لو غير مبتلى ويدعوه أحد يعني الكفار أو غيره إلى نعيم الدنيا ويخسر دينه يفعل، للأسف لضعف دينه. لكن كعب تعرفون ماذا فعل؟ يقول أخذت الرسالة ورميت بها، سجرت بها التنور، أحرقتها في التنور، وقلت هذا من البلاء. رجع إلى البيت، فجأة يطرق الباب، فتح الباب، من؟ رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها لعل فيه انفراج، لعل فيه أمل، بدأ الآن الحديث معه، مع كعب. قال ماذا تريد؟ قال جئتك أخبرك برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أخبرني. ظن كعب بن مالك أن توبته قد بدأت وأن الفرج قد بدأ. قال نعم أخبرني. قال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى زوجتي؟ نعم حتى زوجتك، رسول الله يأمرك أن تعتزلها، اعتزل الزوجة. قال يأمرني أن أطلقها؟ يبيني أطلقها، طلقها، اللي يبيني أسويه، هذا حبيبي رسول الله، مهما حصل ومهما حكم علي، والله لو أرادني أن أطلق الزوجة أطلقها. قال أريدني أن أطلقها؟ قال لا، أمسكها ولكن اعتزلها.
قال اذهبي إلى بيت أهلك. فذهبت زوجته إلى بيت أهلها وجلس في البيت وحيدا. البيت موحش، أين زوجتي؟ أين أهل بيتي؟ أين الناس؟ لا أحد يكلمني. السوق موحش، الطريق موحش، البيت موحش، الدنيا كلها قد أظلمت، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم. صعد على سطح بيته بعد 50 يوم، صلى الفجر، ثم رقى سطح بيته وجلس ينظر إلى السماء ويتفكر في الكون. من الذي بقي لك يا كعب؟ لا أحد. هجرك الناس جميعا، لم يبق لك أحد يا كعب، لم يبق لك إلا الله عز وجل. لسان حاله يقول: فليتك تحلو، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كعب على سطح بيته يبكي. هلال بن أمية جالس في بيته يبكي. مرارة بن الربيع مرارته قد انقطعت وهو يبكي. كل منهم جلس في بيته، وكعب على سطح منزله يبكي. في فجر ذلك اليوم مضت 50 ليلة وهم في همهم وغمهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم. لكن هم يعلمون وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فجلس كعب يدعو الله عز وجل، وهلال يدعو الله، ومرار يدعو الله، والدعاء يرتفع إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعلم صدق قلوبهم. فجأة في هدوء الفجر وفي سكونه، والناس قد صلوا الفجر في المسجد، وبعضهم خرج إلى بيته، وبعضهم جلس يذكر الله، فجأة كعب يسمع صوتا. صوت ماذا؟ صوت من بعيد. يا كعب، صوت صارخ، صارخ ينادي من بعيد. يا كعب، ينادي بأعلى صوته، يا كعب ابن مالك، يا كعب ابن مالك. التفت، أبشر يا كعب. بس سمع كلمة أبشر قال: فخررت لله ساجدا. ما إن سمع كلمة أبشر يقول: فخررت لله ساجدا، وعلمت أن الفرج قد جاء، وعلمت أن الفرج قد جاء. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وإذا المسجد، نظر كعب إلى المسجد، وإذا الناس تخرج من المسجد جماعات ووحدانا، يخرجون من المسجد فرحين متهللين. منهم من يركض إلى كعب بن مالك، ومنهم من ركب دابته أسرع إلى كعب، ومنهم من صعد على مرتفع يصرخ بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. فلما وصل الصارخ إلى كعب بن مالك، كعب من شدة فرحه نزع رداءه وألقاه إليه، ثم قالوا له: اذهب إلى المسجد، رسول الله ينتظرك. قال: ما عندي ثوب، ماذا أفعل؟ تبرع بثوبه هدية بشارة للذي بشره بالخبر، فاستعار ثوبين من رجل، أخذ ثوبين استعارة وركض إلى المسجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة في الطريق يهنئونه: لتهنك توبة الله عليك يا كعب، لتهنك توبة الله عليك يا كعب. يقول رضي الله عنه، يقول: فتوجهت، توجهت إلى المسجد، دخلت في المسجد. يقول: فإذا النبي جالس في المسجد وحوله الناس. يقول: فقام طلحة بن عبيد الله يهرول، يقول: حتى صافحني، صافحني وعانقني. يقول: لا أنساها لطلحة، أول واحد قام لي. يقول: ما أنساها لطلحة. يقول كعب: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت. يقول: فنظرت إلى وجهه منذ زمن طويل، الرسول لا ينظر إليه، 50 يوم لا يرد عليه السلام، أما الآن. يقول: نظر إلي ووجهه يبرق، يبرق من السرور كأنه فلقة قمر، ثم قال لي: أبشر يا كعب،
أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله عز وجل؟ قال لا، بل من عند الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة بالتحديد بأوصافهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فرح كعب بن مالك فقال يا رسول الله من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، كل أموالي صدقة لله، من فرحه واستبشاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن ناس نفس الآن كعب، فقال له أمسك بعض مالك، أمسك بعض مالك يا كعب. فقال أمسك سهمي الذي بخيبر، بس هذا الذي أمسكه، أما بقية أموالي كلها صدقة لله عز وجل. ثم قال كعب يا رسول الله إنما أنجاني الله عز وجل بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، لن أتكلم إلا بالصدق في حياتي كلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق منجاه يا عباد الله. لو غضب الناس علينا، لو سخطت الأمة علينا، أهم شيء كما قال الشاعر فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، أهم شيء أن يرضى الرب عز وجل علينا. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. عبد الله كن صادقا مع نفسك، إلجأ إلى الله عز وجل في كل حينك، أهم شيء كن صادقا مع ربك ومع الناس، وإن سخط الناس اليوم فسوف يرضى الله عز وجل عنك، لا تبالي بالناس، أهم شيء أن ترضي رب الناس، وعجلت إليك ربي لترضى. كن دائما مستشعرا هذا الأمر، أهم شيء أن يرضى الرب عز وجل عني، أهم شيء أن يرضى الله ولو سخط الناس جميعا لن أبالي بعد اليوم، أسخط الناس أم رضوا؟ أهم شيء كن صادقا، كن قويا، كن شجاعا، واستشعر هذا الأمر بينك وبين الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع هذه القصص. البعض منا ربما يقول وماذا استفدنا منها؟ تستفيد إما أن تكون قصة في القرآن أو أشار الرب عز وجل إليها فتعرف تفسير هذه الآيات، فإذا مررت على وعلى الثلاثة الذين خلفوا تذكر هذه القصة كلها وتعرف كيف تكون التوبة الصادقة، وأن العبد مهما أصلح ما بينه وبين الله فإن الله يبتليه، كما ابتلي كعب برسالة ملك في غسان يرسل إليه رسالة يعرض عليه الدنيا لكنه يرمي الرسالة في التنور ويقول هذا من البلاء.